انا قلت مستحيل يعني ان انا هيختاروني يعني، بس انا قلت اعمل اللي عليا والباقي على ربنا. انا طبعا سمعت ان في مسابقه على النت، خدت اللينك وقدمت فيه، والحمد لله بعت سابقه اعمالي واتقبلت كمصمم. بعدها عرفت ان هو هيكون في تصميم للسجل التاريخي لقناة السويس. بفضل الله شاركت أنا وناس كتير طبعا مصممين في القاهرة، يعني طرحت بعض أعمال ليا وناس كتير، كل واحد يعني كذا تصور بيقدمه عشان يتقبل. بفضل الله وقع الاختيار على التصميم بتاعي. يعني الشعار أو الهوية البصرية عامة بتدل أو ترمز للشيء المنسوب إليه، وطبعا اللي حصل إن أنا فكرة تخيلتها فرسمتها بإيدي الأول على سكتشات ونفذتها على برنامج الإلستريتور. تخيلت عشان اللوجو أو الحدث لقناة السويس لازم تكون مركب، والمركب ما تكونش مركب عادية، تكون مركب فرعونية. وبما ان الممر ممر دولي العالم كله بيمر عليه، استعنت بالشكل بتاع الكرة الارضية في جسم المركب، والمركب تكون فرعونية وحوالينها زهرة اللوتس عشان برضو ترمز للحضارة بتاعتنا. مع قلة الإمكانيات ومع ضيق الوقت، لأن ما كانش في وقت كافي إن كل واحد يقدم المشروع بتاعه أو البروجكت بتاعه، قدرت إن أنا يعني أقنع الناس اللي هي كانت متخصصة في الاختيار لللوجو وللشكل بتاع السجل التاريخي لقناة السويس. أنا طبعا بعد ما عملت السجل التاريخي لقناة السويس عملت التصميم بتاعه واتقبل الحمد لله وتسلمه الرئيس السيسي، فوجئت إن التصميم بتاعي على الطبع على الجنيه المصري. تواصل معايا المحافظ بتاع بلدي، قال لي انا عايز اكرمك، وقتها اللي هو كان ماسك المحافظ وقتها في 2015، فخور بالحدث اللي حصل. يعني الاهم من ده كله هو طلع بالصورة دي الحمد لله، والتخيل اللي كان على الدرع اتنفذ على الجنيه، ودي حاجة برضو حلوة يعني ليا والبلدي الحمد لله. يعني